أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج من جيل إلى جيل. اتكلمنا في الحلقات السابقة عن قصة جميلة جدا، كنا بنتكلم عن معلم الأجيال ذهبي الفم الثاني، كنا بنتكلم عن الشاب الجميل نظير جيد، كنا بنتكلم عن الشخصية صاحبة الابتسامة الرقيقة، الشخصية القوية، الشخصية الحنونة، صاحب الدموع التي كان الجميع ينظر إليها بمنتهى المحبة. كنا بنتكلم عن الشخصية الوطنية، الكاتب، الشاعر، المعلم، حبيب الفقراء. كنا بنتكلم عن العظيم البابا شنودة الثالث، البابا 117 من بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ولسه مكملين مع حضراتكم وإحنا بنتكلم عن البابا شنودة، والنهاردة بيسعدنا ويشرفنا أن احنا نسمع كلمات الحب والمحبة. بيسعدنا ويباركنا ويشرفنا في الاستوديو حضرة صاحب النيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة. برحب بك يا سيدنا. أهلا بحضرتك سيدنا. وإحنا بنتكلم عن البابا شنودة أعتقد أن احنا محتاجين سنوات. البابا شنودة يعني قصص كتيرة جدا وحكايات ومواقف، في مواقف إحنا عشناها كمسيحيين، وفي مواقف يعني بتكون مع الآباء الأسقفة والمطرنة، وفي مواضيع كثيرة عن البابا شنودة. اسمح لي يا سيدنا في البداية عايز أعرف من يافتك بداية معرفتك بالبابا شنودة كانت إمتى؟ طبعا في فرق بين معرفة عن بعد ومعرفة عن قرب. فبداية معرفتي بقداسة البابا شنودة كانت في بداية رسامته كبطريرك، لكن حتى قبل رسامة كبطريرك كان البابا شنودة وهو أسقف للتعليم بيدي محاضرات أسبوعية في كنيسة المرقسية في كلوبيه زمان. كان أتذكر بالتبادل مع المتنيح الأنبا غريغوريوس، يعني يحضروا مع بعض كل أسبوع واحد فيهم بيدي محاضرة. وكان والدي يحب، كان بيخدم في الكنيسة يعني وخدم حلو، فكان يحب يحضر المحاضرات دي وكان كتير ياخدني معاه. فأنا كنت بلاحظ، حتى الملاحظة دي قلتها لوالدي الله ينحى نفسه، يعني إن المرة اللي فيها البابا شنودة بيتكلم الكنيسة بتبقى مليانة، والمرة اللي بيتكلم فيها أنبا غريغوريوس بتبقى يعني شوية العدد مش كتير. فسألته ليه، فقال لي إن أنبا غريغوريوس رجل لاهوتي عظيم وتعليمه يناسب يعني عقلية معينة بتستمتع بسماع عظاته، أما البابا شنودة فهو معلم شعبي يعني كلامه يوصل للكبير والصغير وكل فئات الناس، عشان كده كان بيبقى الكنيسة ممتلئة. فأنا من طفولتي كلام ده كنت في ابتدائي يعني كنت مبهور طبعا أيام البابا كرولس. بابا كرولس كان بالنسبة لنا برضو نموذج، لكن كان الثلاث نماذج أنبا صمويل وأنبا شنودة وأنبا غريغوريوس بالنسبة لنا كان يعني بنبناية جميلة كده الواحد بيتمتع بيها في الكنيسة. صحيح سيدنا، يعني من كتر الكاريزما والثقافة والمعرفة، أنا بتكلم عن الأنبا شنودة أسقف التعليم وهو يجذب الشباب، وده موضوع صعب جدا إن حد من الشباب يقدر يكون يعني يجذبهم للكنيسة وللوعظ وللتفسير، ده موضوع صعب جدا. إيه السر في ده يا سيدنا؟ الإنسان لما يكون ممتلئ بروح الله بيبقى جاذب. يعني في فرق برضه خلي بالك بين كاريزما طبيعية في إنسان ممكن يقود ثورة نتيجة جاذبيته وكلامه وصوته وتأثيره في الناس، يعني يقود شعوب. لكن المقود بروح الله حاجة تانية خالص. كاريزما اللي فيه كاريزما روحية يقود الناس لمعرفة الله وللتوبة، محبة الإنجيل ومحبة الصلاة ومحبة الكنيسة. فهو كان فيه الحكاية دي إن هو قلبه ممتلئ بالحب والصدق. يعني عندما نسمع البابا شنودة تحس بصدق الكلمة وهي خارجة من القلب، قلب مختبر مش مجرد واحد قاري موضوعه جاي الدهل. البابا شنودة كمان كان صاحب كاريزما جميلة، وبعتبر إن البابا شنودة السهل الممتنع، يعني الكلام بيوصل من القلب للقلب. عايز أسأل نيافتك، ونيافتك كنت طبيب يعني في وضع كويس جدا، شغل كويس جدا، ونيافتك فكرت أن تروح الدير وتترحم،
في الوقت ده نيافتك ايه التأثير اللي حصل؟ هل كتابات البابا شنودة، هل الأباء نيافتك تأثرت بهذا الفكر أو الكتابات دي ان يكون ليك تفكير تخش الدير؟ طبعا لا شك الحكاية بيبقى فيها عوامل كثيرة متشابكة، يعني ما اقدرش اقول تأثير مباشر من بابا شنودة فقط، لكن هو كان له دور كبير. يعني لما ترسم البابا شنودة بابا سنة 71 كنت أنا في أولى إعدادي، وكان بيعمل محاضرات بتاعته هنا في الكاتدرائية، بس كانت يوم الجمعة مش يوم الأربعاء، فكانت بالنسبة لي فرصة أن أنا أجي من شبرا حيث سكني، كنت بركب ترمي 21 يلف بيا من الفجالة على العباسية، وانزل في شارع السكة البيضاء وامشي من آخر الترماي لغاية الكاتدرائية، وأحب أقعد في الصفوف الأولانية عشان أشوفه لأني أحب أراه. يعني فمنهجه الروحي النسكي العميق أثر فيه وفي كثيرين من جيلي. صحيح. بالإضافة من أهم الكتب اللي بتحبب الإنسان في حياة الروحية وفي ربنا وفي الرهبنة بالذات كتاب انطلاق الروح. الكتاب ده يعني يسبي العقل، فبكل تأكيد طبعا كان في تأثير عميق جوايا وجوا الجيل بتاعي من تعليم الباب. لكن أكمل في الحتة دي بالذات، أنا تعرفت على الأنبا موسى بعد كده وهو راهب في دير البراموس سنة 76، فكان برضو ده له دور كبير جدا في حياتي الروحية وعلاقتي مع ربنا وقرار التكريس. وإن كان الرهبنة جت في بالي بعد كده، يعني أنا كنت عايز أخدم ربنا، نفسي أعيش في الكنيسة أخدمها على طول، بس النمط إيه ما كنتش حاطط في بالي. لكن بعد كده يعني العوامل كلها تكاتفت إن هي تزقني على الاتجاه اللي أنا دخلته. سيدنا، أنا ملاحظ إن كل أولاد البابا شنودة كلهم عندهم شغف للفكر والمعرفة والقراءة، يتحدثون اللغة العربية بطلاقة، وكمان البابا شنودة بالكاريزما كان يملك ويستطيع أن يمسك ناصية الكلام، وأنا شايف ده باستفاضة. يعني نيافتك برضو عندك مؤلفات كتيرة من الكتب. لا بس طبعا نروح فين في البابا شنودة، يعني لا هو في حقيقة هو كان علامة في تاريخ الكنيسة، يعني في ازاي، بس فعلا حكاية أنه يتكلم اللغة العربية بطريقة صحيحة ويشكل الكلمات بطريقة مظبوطة، وله ملكة أن يؤلف الشعر والقصة ويكتب الكتابة البليغة وما يغلطش في القراءة في بالتشكيل، يعني دي حاجة حقيقة تندر في الجيل الحالي أن واحد يقرأ قراءة صحيحة بالتشكيل، ودي حاجة برضو تستهويني. والبرضو شيء العجيب انها موجودة في سيدنا أنبا موسى. أنبا موسى يحب جدا اللغة العربية ويعرف انجليزي كويس وقراءته جيدة بزيادة، يعني فدي اخدتها منهم. يعني صحيح، كل فضيلة خالية من الحب لا تحسب فضيلة، ومصير الجسد أن ينتهي فليته ينتهي من أجل عمل صالح، من أقوال البابا شنودة الثالث. عايز أسأل نيافتك، أول مرة قابلت فيها البابا شنودة بشكل مباشر كانت إمتى؟ بشكل مباشر في فترة التحفظ لما كان قداسة البابا في الدير، في الفترة بين سنة 81 لسنة 85. في الفترة دي أنا كنت خلصت الدراسة الجامعية والتحقت بالإكليركية، وبعدين طبعا محرومين من أن البابا يدرس لنا لأنه هو في الدير، لكن بعد كده لما الدنيا هديت شوية استطاعوا ان هم يجيبوا تصريح لطلبة الإكليركية. الثلاث دفعات كنا مسائي، وكان زمان المسائي ثلاث سنين، ان احنا نروح للبابا نقعد ثلاث ايام في الدير. فدي بقى كانت يعني اول مرة بقى قريب من البابا، مش يعني في الكاتدرائية هو قاعد فوق واحنا تحت بعيد، هو عظيمة يعني، لكن دي كانت أول مرة أبقى قريب منه نسلم عليه ونتكلم معاه ونتصور معاه. طبعا ما كانش زي ذات الصور متاحة قوي، صحيح، لكن ما زال عندي الصور بتاعت المناسبة دي،
وبعدين أتذكر إن إحنا بعد ما درسنا المنهج بتاعه في 3 أيام محاضرات مستمرة، في الآخر إدانا كل واحد مذكرة مكتوبة بالستنسل بتاع زمان دوت وموقع عليها بتوقيعه، وكاتب على كل مذكرة اسم الطالب، يجي هو بقى ينده الاسم ويجي نستلم من إيده المذكرة، نزلت محتفظ بيها يعني. سيدنا أثر هذه المقابلة، وأنا شايف كمان إن الظروف ما كانتش أحسن حاجة، يعني وقت التحفظ مفروض إن شخص يكون في موجود في مكان، يعني المسيحيين كلهم بشكل عام كانوا يعني متألمين من هذا القرار. لما قابلت قداسة البابا شودة وجها لوجه وتعامل معاكم بحب وقعدت معاه 3 أيام، الفكرة دي تكونت إزاي بعد كده يا سيد؟ هو في الحقيقة يمكن فعلا زي ما حضرتك بتقول كل الأقباط تأذوا من الخبر بتاع أن البابا يعني يعزل في الدير، إلا البابا شنودة يمكن يكون هو حس أن ده فرصة لي يستجم ويألف كتب. يعني هو فعلا الفترة اللي قعدها في الدير كتب كتير جدا من الكتب اللي كان نفسه يكتبها ومش لاقي لها وقت، وفي نفس الوقت هو كان ما بيعطلش عن الخدمة. يعني كانت الكنيسة حقيقة عطلانة، يعني في الفترة دي من 81 ل 85 مفيش أسقف اترسم، مفيش كاهن للقاهرة والإسكندرية اترسم، مين هيرسم؟ ولذلك لما طلع سنة 85 كان في رسامات كتير جدا عشان يسد الأماكن اللي فضيت، فالكنيسة تبقى عطلانة، البابا هو الدينامو بتاع الكنيسة. صحيح. لكن هو من جوه كان في حالة سلام بالغ، لأن هو دايما أنت كل الشعب فاكر لما كان يقول إيه ربنا موجود ومصيرها تنتهي وكله للخير، فده كان مش مجرد كلمات بيقولها، دي كانت تعبر عن شخصيته وأحاسيسه. ربنا موجود، هو قائد الكنيسة، وكان يقول المقر الباباوي هو المكان اللي فيه البابا، مش شرط يكون في الأمبرويس، المكان اللي فيه البابا ده المقر الباباوي، ويستطيع أن يدير الكنيسة من أي مكان هو قاعد فيه. إن ضعفت يوما فأعرف أنك نسيت قوة الله. بند رقم 8، قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 بإلغاء تعيين البابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وهذه الجملة اللي بالنسبة للمسيحيين كانت ليها صدد مؤلم جدا. وبعد هذا القرار تم تشكيل لجنة خماسية من 5 من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية لإدارة شؤون الكنيسة. وقع هذا الخبر مرة تانية يا سيدنا، وبقول أن سيدنا في الوقت ده أو الكنيسة بشكل عام كانت بتمر بظروف صعبة، ولكن الغريب أن قداسة البابا كان دايما بيستقبل كل الأمور ببساطة. على لسان حضرة صاحب النيافة الأنبا متاوس وعلى لسان حضرة صاحب النيافة الأنبا أنتوني كان بيقول حتى البابا شنودة وقت الأزمات كان بيضحك، يقول لي يا ابني ما اسموش الكرسي المرقسي، دي بقى الدك، 5 قاعدين على الدكة دلوقتي. من وجهة نظر نيافتك؟ وطبعا أنا الحدث ده سنة 81 كنت أنا في يعني في بكالوريوس طب، كنت يعني السنة اللي خدت فيها بكالوريوس، فكنت في وقت دراسة وامتحانات، ولما سمعنا طبعا الخبر ده طبعا يوم 5 سبتمبر كان يوم يعني يقف قدامه التاريخ. صحيح. على ما أتذكر أنه كان يوم سبت، لأن فاكر تاني يوم صلينا القداس كان يوم حد، على ما أفتكر على الله يكون كده يعني. فاكر احنا الشمامسه مع ابونا في كنيستنا في شبرا قصدنا ان احنا نقول لحن افرح يا مريم، بس الجزء بتاع نسالك ان تحفظ حياه بطريركنا البابا الانبا شنودة، وانها طبعا انا عارف كان الامن مترشق في كل حته حوالين الكنائس ويتسمع بيقولوا ايه، وطبعا مفيش كنيسه في كل الكرازه المرقسيه لا في مصر ولا في المهجر بطلوا يذكروا اسم البابا شنودة في الصلوات، لان احنا اعتبرنا ده قرار اداري سياسي لكنه مش قرار كنسي ديني، ومحدش كان موافق
على هذا القرار من كل شعب الكنيسة. أنا وقتها كنت من الشعب مش من الإكليروس، حدش كان موافق ولا حد كان مبسوط. وشعرنا في وقتها إن دي نهاية السادات. الراجل ده طالما مد إيده على مسيح الرب، لا ما تقلقوش، ده كده كتب شهادة وفاته. وطبعا كله عارف إن دي كانت 5 سبتمبر، هو اتقتل في 6 اكتوبر، يعني ما بينهم شهر. وكانت يد الله واضحة جدا جدا جدا. يوم مقتل السادات، أنا شخصيا السادات كنا بنحبه لأنه هو فعلا بطل، لكن موقفه مع الكنيسة نزل أسهمه للأرض. يوم مقتله أنا جه في بالي القصة التي وردت في سفر أعمال الرسل بتاعت هيرودس. يقول هيرودس في يوم مولده عمل احتفال، وجوم الناس تحتفل بيه وهو لابس الملابس الملوكية، وهتفوا هذا صوت إله لصوت إنسان. فضربه ملاك الرب فدود ومات في يوم احتفال، والناس جاية لبطاقات من مملكته تتوسل إليه يرضى عليهم. فتملقا لي قالوا هذا صوت إله لصوت إنسان. هو طبعا قاعد منفوخ. ففي يوم عرسه، في يوم مجده، تم القصاص الإلهي من إنسان مد إيده للكنيسة. أعتقد في الوقت ده يا سيدنا كان يعني الرئيس الراحل كان يجهل تماما أن تعيين بابا الكنيسة يتم التعيين من قبل يد الله وليس من قبل قرار جمهوري أو من قبل القادة السياسية. هو طبعا في حتة لازم الناس تبقى فهمها، أن اختيار البابا بيبقى من داخل الكنيسة، والقرار قرار الشعب مع الإكليروس، ده من زمان يعني هم يجتمعون لاختيار البابا. بعد كده الدولة تصادق على هذا الاختيار، يعني قرار بتعيين البابا ده قرار إداري، كان الدولة بتقول أنا بعترف بهذا الشخص كرئيس رسمي للكنيسة، عشان تعاملات الكنيسة مع الدولة تبقى ممهورة بتوقيع قداسة البابا، فدي تبقى معتمدة. وإلا دي حاجة مش وحش، وإلا هيطلع واحد يقول أنا بترك الكنيسة ويتعامل مع الدولة على أنه بترك، ويقولوا إحنا ما نعرفش مين البترك نتعامل معك. فدي من ضمانات سلام الكنيسة ووحدتها أن الدولة تعترف برئاسة البابا. يعني البابا تبادروس في تاريخ تجليسه كان رئيس بصر محمد مرسي، والقرار اللي طلع بتعيين البابا ممهور بتوقيع محمد مرسي. فإحنا ده إجراء يمكن يكون من عصور قديمة جدا، إن الحاكم الخليفة الوالي الإمبراطور بيعترف بأن ده فعلا هو الرئيس اللي الشعب اختار. تصديق يعني يا سيدنا، مجرد تصديق على الاختيار. صحيح. إن لم تستطيع أن تحمل عن الناس متاعبهم فعلى الأقل لا تكن سبب في تعبهم. كلمات المتنيح البابا شنودة الثالث. بسأل نيافتك، وفي سنة 86 نيافتك درست في كلية الكريكية في القسم المسائي، عايز أعرف من نيافتك يا ترى في الوقت ده تعاملت مع البابا شنودة؟ هو طبعا الإجابة جات في سؤال سابق، إن إحنا فعلا إحنا تعاملنا مع البابا في الفترة دي يدوبك في يعني في الدير، لما رحنا علشان ندرس المادة بتاعته كانت على اللاهوت المقارن يعني. لكن في الفترة دي أتذكر قصة لطيفة جدا، يعني حب أذكرها كتير. أنا كنت طبيب، وبعدين جم قالوا لي في واحد من زملاتنا طالبة تعبان، فطلعت بصيت عليه وقلت لابونا اللي موديني هناك أنا محتاج أدوية، فقال لي طب تعالى معي. فنزلت وإحنا عند باب كده خلفي، أنا مش عارف إيه المبنى ده وإيه الباب ده، قال لي أقف هنا وسابني ومشي. فأنا متخيل إن في حد هيجي يجيب لي الدواء اللي أنا عايز أخذ. لقيت مين بقى اللي نازل؟ البابا، بابا شنودة. فسألني أنت المريض؟ قلت له لا أنا الطبيب. قال طب تعالى معي. مشي مسافة كبيرة من المكان اللي قاعد فيه اللي هو القصر بتاع البابا اللي في الوش في مقر دير أنباب شوي، مشينا لغاية مبنى
اللي هو وانت داخل على ايدك اليمين مباني كتير كده. المبنى ده كان الدور الارضي بتاعه كله اجزخانة على بعضها. هو راح بنفسه معايا، بعدين قال لي انت عايز ايه؟ قلت له محتاج انتي بايوتك ومحتاج انتي بايريتك. قلت له كده بالانجليزي. قال لي عايز مصري ولا اجنبي؟ قلت له اللي موجود. فراح مدد ايده جاب لي الادويه، عارف اماكنها، وقال لي ده دواء اجنبي كويس وفعال. وبعدين قلت له طيب يا سيدنا شكرا كتر خيرك صلي للاخ ده. قال لي قول له البابا جاي يزورك. طبعا انا طلعت للاخ بدي له الدواء، قلت له سيدنا البابا جاي يسلم عليك. اللي كان نايم وفيفرش بقى وسخن ومش قادر يتحرك، راح ناطط على السرير ونازل على السلالم وقال انا هستحمل بابا يطلع لي فوق. وراح ميطانيا حللنا سيدنا، قال له يا ابني نزلت ليه؟ انا كنت اجيلك، ده زياره المريض زياره المسيح. يا نيافتك فاكر الموقف كويس جدا، واضح ان الموقف كمان كان ليه تاثير كبير جدا. هو كان دايما سيدنا بيتعامل مع الناس كلها ببساطه، وكنا بنشوف ده كمان يا سيدنا يوم الاربع في صوره كده، في ملحمه، ما هو متواصل مع الشعب وبيرد على الاسئله بكلماته اللطيفه الرقيقه بابتسامه، فكان دايما سيدنا بيعمل ده مع كل الناس. سيدنا عايز اعرف من نيافتك ما كنتش بتفكر في الرهبنه، نيافتك قلت كده، قلت في البدايه الموضوع كان فكره ان انا اكون في التكريس، وبعدين يعني الفكره كبرت، وبعدين نيافتك دخلت الدير. عايز اعرف في المراحل الاولى من دخول نيافتك الدير تقابلت مع البابا شنو ده؟ هو كان قداسة البابا متعود يزور الدير بطريقة يعني دورية. عادة كان يجي في يوم ثلاثة البسخ. كان يوم ثلاثة البسخ البابا يصلي أول صلوة في دير السريان، وبعدين يجي دير البراموس يصلي الثالثة، وبعدين يخرج على اسكندرية يروح المرقصية ويروح سبورتنج نفس اليوم يعني، وبعدين يرجع بقى على الدير يكمل الأسبوع لأنه كان يحب يصلي خميس العهد وجمع العظيم في الدير. فيوم الثلاث دوت كان يوم بالنسبة لنا مجيء الباب. لغاية دلوقتي أنا في البسخة أحضر في الدير يوم الثلاث، كان اتعودت إن أنا يوم الثلاث البابا جاي فبنروح، فبقت عادة بالنسبة لي. الحاجة التانية إنه كان يجي حوالين عيد أنبا موسى قبليه بيومين ثلاثة. عيد أنبا موسى بيبقى 1/7 اللي هو 24 بقونة، فكان يجي قبله عشان في العيد كان بيبقى زحمة جدا، يجي طيب جسد أنبا موسى، وهو كان يحب جدا أنبا موسى وأنبا سوزورس، فكنا نتقابل معه يبقى يوم بالنسبة لنا يوم عيد وفرحة وبهجة جدا. فرصة بقى لما كان يجي يقعد يدينا كلمة روحية ويستقبل أسئلة الرهبان ويدردش معانا ويشوف أحوالنا. سيدنا نيافتك دخلت الدير، وبعد كده الأسقفية. عايز أعرف المراحل دي يا سيدنا، يعني مين رشح نيافتك، ويا ترى قبل الرسامة كانت في مقابلة مع البابا شنو ده؟ أنا دخلت الدير سنة 87، قعدت طالب رهبنة لغاية سنة 90. في 90 رهبنت في 28 فبراير، وبعدين قعدت راهب لغاية سنة 95. في 95 أنبا موسى طلب إن أنا أخدم معاه في أسقفية الشباب، وطلب هذا الأمر من البابا، فالبابا وافق ورسمني قسيس في 18 مايو 95، وبدأت أخدم مع سيدنا أنبا موسى في أسقفة الشباب من 2 يونيو 95. فقعدت مع أنبا موسى من 95 لغاية 97 أخدم قسيس راهب. في سنة 97 البابا فعلا اجتمع مع مجموعة من الأساقفة منهم سيدنا أنبا موسى وأباء رؤساء أديرة وغيره، وقال لهم رشحوا لي أسماء للأسقفية. كنا قبل العنصرة بشوية يعني، فكل واحد من الأبهات ذكر اسم. سيدنا أنبا موسى قال له أنا من بدري قايل لقداستك عندي راهب اسمه بنيوستس البراموسي عايزه
يخدم معايا في كأسقف يساعدني في الإسقفية الشباب، لأن العمل بينتشر وبيمتد. فالبابا ما كانش مركز مين أبونا يوستوس وإيه إمكانياته، فسأل الأباء الأساقفة الموجودين. كان حظي إن أنا فترة السنتين اللي خدمتهم مع سيدنا أنبا موسى، إسقفية شباب منتشرة في كل الإبرشيات. صحيح. يعني بنروح يعني قوافل لإعداد خدام محليين في كل إبرشيات الصعيد ووجه بحري ومدن القنال بريودك، يعني باستمرار. فكان تقريبا تقابلت مع كتير من الأباء الأساقفة، كمان الأباء اللي كانوا بيجوا يحضروا مؤتمرات في أبو تلات اتعرفوا عليا، فهم اللي قاعدين قالوا له آه نعرفه، هو قالوا كلام كويس. فهم اللي رشحني أنبا موسى، واللي قاعدين أيدوا هذا الترشيح قدام قداسة البابا. طب يا سيدنا، دلوقتي نيابتك كنت بتخدم في أسقفية الخدمات شباب، أسقفية الشباب سوري، والمسؤولية بقت أصعب، نيابتك هتكون أسقف. إيه الكلمات اللي سمعتها من بابا شنودة قبل الرسامة؟ يعني بعض كلمات المحبة، يا سيدنا خلي بالك من الأمور كذا، يعني عايز أعرف المقابلة دي كان في طيها يا سيدنا. هو طبعا احنا اليوم اللي اتفقوا فيه عليا يعني، وساعتها طبعا لازم نبقى عارفين ان كان انبا بخوميوس رشح انبا تبادروس اللي هو البابا، وبعدين اباء موجودين رشحوا انبا غوبريال بتاع بني سويف، والبابا نفسه كان مرشح انبا سوريال. فاحنا كنا الاربعه، بابا تبادروس وانا وانبا سوريال وانبا غوبريال. فهو في نفس اليوم لما جه أنبا موسى من الدير وقال لي، قال لي اجهز وهنسافر نقابل البابا. فطبعا رحنا سلمنا على البابا وخدنا بركته، ورحنا دير البراموس عشان ناخد بركة الآباء وأنبا إشوزوروس، بحيث يبقى طبعا الدير اللي أنا طالع منه داريان إن في رسامة. وبعدين قداسة البابا طبعا، يعني هو صلى لنا وباركنا وهناني وقال لي انا اتمنى لك التوفيق واسمع عنك كل خير وكل اخبار طيبه وتخدم كويس وكده يعني. لكن بعد الرسامه هو البابا كان قاصد ان احنا الاربعه، واحنا الاربعه كنا اسقف عموما، محدش كان على ابرشيه، ان احنا نبقى موجودين معاه. يعني الرسامه كانت 15 يونيو، انا بدات استلم خدمه في وسط القاهره 22 اغسطس في عيد العذراء. من يونيو لاغسطس كنا مع البابا، نروح مع اسكندريه، نروح مع الدير، نرجع مع القاهره، يقعد معانا قعدات احنا الاربعه، يكلمنا عن دور الاسقف واهميه الابوه واهميه التعليم المستقيم والرعايه والتدبير، وازاي الاسقف يبقى مترفق بالناس، مترفق بالكهنة، ويدينا معلومة ان انت ممكن تخدم في منطقة يكون فيها كاهن اترسم قسيس قبل ما انت تتولد، فلازم تبقى ليه اعتبار واحترام عشان ما يحسش ان واحد صغير جه بروح مش حلوة يرقص عليه. حقيقة كان يعني وصايا كلها حنية وروح المسيح فعلا يعني. لغاية بعد كده في أواخر الفترة دي قعد معنا كل واحد لوحده عشان يقسم الخدمة، فقال أنبا تبادروس أنت طبعا مع الأنبا بخوميوس، قال لي أنا اتفقت مع أنبا موسى أن يكون في نص الوقت ليه ونص الوقت للقاهرة وسط القاهرة، أنا هديك حي وسط القاهرة. وجاب ورقة كده قعد يكتب أسامي الكنايس بتاعت وسط القاهرة حاضرة في ذهنه يعني. وبعدين مع أنبا غوبريال قال له أنا عايز برضو نص الوقت معايا ونص الوقت مع أنبا ثناسيوس بني سويف وأنبا سوريال أسقف عام مع البابا. ده كده البداية كده يعني، وبعدين الأمور تطورت بعد كده. طب يا سيدنا، عايز أعرف من نيافتك إزاي كنت بتقدر، المسؤولية كبيرة بقت كنائس وسط القاهرة وأيضا كمان الخدمة في أسقفية الشباب، فإزاي نيافتك كنت بتقدر تعمل المجهود الكبير ده وتوفق ما بين الحاجتين في وقت واحد؟ أنا بعتبر المجهود ما هوش كبير، والعامل هو الله. هي منطقة وسط القاهرة منطقة هادية وعدد السكان فيها مش كتير، يعني أنا لو البابا سلمني شبرا مع أسقفية الشباب كنت أغرق، إنها شغلها كتير. لكن وسط القاهرة
منطقة هادية، عدد السكان قليل، منطقة طاردة للسكان، كل اللي بيكبر في وسط القاهرة بيتجوز بيسكن بعيد، اللي معاه فلوس بيروح المناطق الجديدة، اللي معهوش بيروح عزبة النخل والمناطق الغلبانة دي خصوص وغيره من بابه، يعني مناطق يقدر يعيش فيها يعني. فالموجودين في المنطقة هم جد وتيتا في الغالب، أو كمان الأسر اللي هي عاش مع والده بعد ما اتجوز يعني أخد الشقة، ودي قليلة يا سيد. دي قليلة. فبنلاحظ مثلا معظم الأطفال بتوع مقاس أحد بيجوا يوم الخميس والجمعة يقضوا مع جده، وتعودوا على الكنيسة اللي هم بيصلوا فيها بتاعتنا في وسط القاهرة، لكن ساكنين في أماكن تانية. فبالتالي المثل يقول لك غنمتك كم يا جح، فتقدر تتلام. بالإضافة أن من نعمة ربنا عليا أن معايا كهنة حلوين شايلين العبء كله يعني، وأنا أحب أن يكون العمل جماعي يعني. أنا مش من النوع اللي هو كل واحد يحرك حاجة من مكانها يستأذن، كل واحد من الخدام والأمناء والأباء فول أثوريتي يعني، معاه كل الصلاحيات في الحتة بتاعته، فدي تريح، هم يبقوا شغالين مبسوطين وأنا كمان مفيش عبء كبير علي. بالتالي يتوفر وقت لخدمة المؤتمرات واللقاءات بتاعت أسقفية الشباب والسفريات هنا وهنا وهنا، والكنائس شغالة والأسقفية شغالة. سيدنا في الوقت ده نيافتك كنت لسه في المنطقة جديد، وأكيد بيبقى فيه مشاكل، ده شيء طبيعي جدا. إزاي البابا شنودة كان بيتعامل مع نيافتك أنه يقدر يرشدك أو يقول لك النصيحة في حل بعض الأمور أو بعض المشاكل؟ ولو نيافتك تذكر لنا بعض المواقف. هو طبعا كان البابا شنودة ليه قول مشهور يقول اللي يجيب لي مشكلة يجيب لي الحل، يعني ما ينفعش ان انا ارمي مشكلة واقول له حلها لي، لكن انا بقول له عندي مشكلة وبقترح نحل بطريقة كده. ليه؟ لان انت في الموقع نفسه وعارف الظروف، غير البابا لما يكون قاعد في المقر البابوي وبيقترح رأي غير قابل للتطبيق صحيح، او يتنافى مع الظروف الموجوده في الكنيسه المحليه. فكان يحب تقول له الحل اللي تقترحه هو يعدل عليه او يوافق او يقول لك لا لا انا ما احبش كده. فانا في الحقيقه ما كنتش اوح معاه امام الله يعني، كنت احس ان هو كلمه اللي يقولها من ربنا، ده رجل الله فعلا. فكنت اعرض عليه المشكله واقول له عندي الحل الفلاني، اللي يقوله بمشيه، واحيانا كنت ابقى مش مقتنع بالراي اللي قاله لكن هنفذه عشان خاطر تعالى البابا، والاقي الايام تجري وتلف واللي اتعمل هو اللي صح. yeah. اه في احد الكنائس كان في اب كاهن الله ينيح نفسه، خلاص يعني الموضوع خلص، بس كان شويه ناس تشتكي منه. هو معايا زي الفل يعني، اب كاهن مع اسقف عاملني منتهى الحنيه والطيبه والطاعه لكن الناس تشتكي، فكل ما حد يشتكي شكاوي معاهم حق فيها، اقول له يا ابونا الناس تعبانه، فهو مش مقتنع ان في حاجه غلط. فكنت اروح اقول للبابا سيدنا انا طب اعمل ايه؟ يقول طول بالك علي، كل حاجه تتصلح، كل حاجه تتصلح، لغايه فعلا ما كل حاجه اتصلحت والدنيا مشيت والكنيسه بقت زي الفل. وقتها سيدنا كنت مقتنع بهذا الحل يعني؟ احيانا الواحد يحس ان انت يا قداسة البابا معاك كل السلطان. انا في مره قلت له سيدنا انا مش عايز تعاقبه، انا عايز بس تقول له يلم الدنيا شويه، انا مش قصدي انك تعاقبه، انا مش عايزك تعاقبه، لان لو عاقبه ما هو اي واحد له ناس بيشتكي منه ليه حبايب، صحيح، فلو اخدت معاه موقف في الحبايب هيزعلوا، صحيح، يبقى الكنيسه فيها انزعاج. فأنا فاهم دي، أنا مش عايز أعاقب، أنا عايز أقوم. وبعدين جايز أنا في نظره مش هيسمع كلامي يعني، أسقف جديد وأسقف عام وملوش فول أوثوريتي والأسقف بتاعه هو البابا، فلما البابا يندهله يقول له بلاش كده كان هيبقى خلاص، لكن هو فضل ما يعملش كده. حكمة عنده، جايز يكون يقول لك علشان ما يحسش الكاهن إن الأسقف اللي معاه ملوش لازمة، ده البابا هو اللي إداله القرار. حل مشكلتك بالهدوء ومع الوقت الدنيا، وده اللي حصل والأمور استقرت. استقرت، مشكور الله. إيه سيدنا موقف تاني لجأت ليها
للبابا شنودة في بداية الخدمة في منطقة وسط البلد؟ هو طبعا كان الواحد لسه نازل بحماس جديد، فعملت استمارات لتسجيل بيانات كل حاجة في الكنيسة، يعني استمارات للكهنة، للشمامسة، للخدام، للخدمات، لمجالس الكنائس، وعملت يعني فايلز لكل كنيسة وعرضت عليه حاجات. دي كانت بسط جدا. كان من ضمن الحاجات اللي فيها احتياج شديد وقت ما أنا استلمت سنة 97 إن مجالس الكنائس في الكنائس بتاعت وسط القاهرة كانت قديمة جدا، ومنها ناس عواجيز وناس تنيحت وما تحطوش حد مكانهم. فقلت له سيدنا عايز أعمل مجالس كنائس جديدة. الحكمة بتاعته قال لي إيه؟ قال لي ضيف أسامي ما تشيلش حد، ضيف أسامي ما تخليش حد يزعل. يعني أنت جاي مجلس مثلا في 10، 10 تنيح منهم 5 والخمسة الباقيين عندهم فوق 80، الناس دي تعبت وخدمت، ما جيش فجأة أروح ممشي. طب أعمل إيه؟ قال لي ضيف، دخل طاقة شبابية وقول لهم دول هيدخلوا يشتغلوا معاكم، منها ان هما يعني يستفيدوا بخبرتكم ويكملوا المسيرة وراكم، وفي نفس الوقت يبقى تعتمدوا عليهم كناس عندها صحة وحماس ان هما يشتغلوا. وده فعلا حصل وكان الدنيا تمشي يعني. النفس القوية لا تقلق ولا تضطرب ولا تخاف ولا تنهار ولا تتردد، أما الضعيف فأنه يتخيل مخاوف وينزعج بسببها. أقوال البابا شنودة الثالث. سيدنا عايزين نيافتك تكلمنا عن زيارة البابا شنودة لبيت المحبة. بيت المحبة في الزيتون؟ أعتقد في الزيتون. هو البيت ده يملكه دير أبو مقار. طبعا معروف التاريخ اللي كان بين البابا ودين من دير أبو مقار. وبعدين إدارة الدير قالوا إحنا مالنا ومال بيت مغتربين، ده خدمة وإحنا رهبان. فقالوا البابا البيت ده إحنا عايزينك تستلم. فالبابا فاهم إن ممكن يكون القرار ده وقتي وبعدين يرجعوا فيه. ومع ذلك لأن البيت ده فيه حوالي مثلا 500 شاب، بيت ضخم جدا ورا كنيسة عادة الزيتون، فكانت فرصة ان هو يروح يزور البيت ويقعد مع الشباب ويشوف البيت، حاجة ضخمة، ويعني يدي عظة للشباب. فكان طبعا من ذوقه ومن أدبه ده خدمة شباب ما يروحش لوحده، فبعت لأنبا موسى. فروحنا أنبا موسى وأنا وحضرنا مع هذا اللقاء، وكان حاجة جميلة يعني. وقع هذا اللقاء يا سيدنا يعني الشباب، لما برضو أنا بشوف بحس برضو لما يبقى أسقف شاب كده وفاهم لغتهم بيتعامل معهم بطريقتهم بيبقى رد الفعل بيكون إزاي؟ هو طبعا الشباب يحب فعلا الإنسان الذي يتفهمه. لكن عموما خادم الشباب مفروض ينزل لمستوى الشباب، مش عشان يبقى قاعد في مستواه. ليه بقى؟ تخيل احنا شلة شباب 6-7 بنهزر وبنهرج وبنطلع خروجة وبناكل في مطعم وبنلعب مع بعض وبنتفسح وكل حاجة جميلة وبريئة ومحاجة فيش حاجة غلط. احنا عددنا 7، جه خادم اشترك معنا في نشاطاتنا بس دون ان يكون خادم، فبقينا 8. التمانية بقى احنا محتاجين خادم. فالخادم بتاع الشباب يتبسط ويخدمهم بروح بسيطة كأنه واحد منهم، لكن لازم دايما يكون هو الخادم اللي بيستفيدوا منه. صحيح. ما يبقاش واحد من ضمن الشلة بحجة ان انا انزل لمستواهم في اللعب والهزار يعني، لكن ولا اتعالى عليهم. صحيح. لكن في نفس الوقت يبقى في تميز ان انا خادم بخدمكم. وإلا فعلا الاحساس ده. طب ما احنا انا فاكر في مرة في بنت في احد الكنائس مش عندي في وسط القاهره قالت لي احنا نفسنا يرسموا لنا قسيس. قلت لها انت كنيسه ايه؟ كنيسه كذا. قلت
له ده انا عارف ان الرسم لكم لسه اساس جديد. قلت له ده بتاعنا ده. واخد بالك الحكايه دي؟ ده بتاعنا يعني احنا بقى ابونا بيلعب معانا بس استوعبناها ان ده من ضمن الشله احنا عايزين اسيس بقى. Yeah. فلازم الناس تبقى فاهمه ان انا كخادم لازم اكون بسيط ولطيف حلو جدا مع الناس بس ابقى برضه في نظرهم الخادم اللي بيخدمهم خدمه ربنا. بصراحه يا سيدنا يعني خلينا اقول المقوله دي نيافتك وحضره صاحب النيافه الانبا موسى ربنا يخليكم لينا، يعني انا بشوف ده انتوا دايما يا سيدنا عندكم روح الشباب ودي مهمة جدا. ربنا يكمل بأمانة سيدنا، يعني انتوا بتتواصلوا. احنا دايما بنقول ان انبا رفائيل وانبا موسى هم دايما شباب على طول، شباب لان انتوا بتقدروا توصلوا لنا الكلمة، وفي وقت من الاوقات بتكونوا اباء، بس اباء بتطبطب حاسين بمشاكلنا احنا كشباب، بتقدروا تتواصلوا معنا، وده بنشوفه بالناحية العملية. يعني يا سيدنا نشكر الله، هي نعمة عند ربنا، وفعلا دي موهبة حلوة عند سيدنا انبا موسى انه مهما كبر في السن لكن روحه شبابية. صحيح. ويتبسط مع الناس ويتقابل مع الشباب ويطبطب ويهزر ويتكلم ويتعرف، يحفظ الاسامي ويتواصل، ولو حد قال له على اي مشكلة يهتم جدا، مش مجرد قال له ومشي، يقول له خد تليفوني يبعت لي رسالة، ويتواصل ويتصل ويستفسر. فدي طبعا حاجة حلوة للشباب. صحيح. فدي مطلوبة. تعلمنا من المتنيح البابا شنودة، وأنا بقول هذا الكاتب المثقف الرقيق صاحب القلم الجريء. خلاصة البابا كان كاتب فيلسوف عبقري يتمتع بكتابات لطيفة وسهلة وبسيطة وقوية. يعني عايز نفسك تكلمني عن البابا شنودة الكاتب والفيلسوف. على ذكر كلمة فيلسوف أنا هقول حاجة على عهدتي يعني، وبتدرس إذا كان صح ولا غلط. البابا شنودة كان يحمل في عقله مشروع للأقباط. هو شايف، هو محب جدا للكنيسة، محب جدا للأقباط، محب جدا لمصر. فهو في مشروع في ذهنه، ليه الكنيسة بتاعتنا ما تبقاش زي زمان؟ زمان كان بطركة الكنيسة القبطية بيقود العالم المسيحي. صحيح. ايه اللي يمنع؟ فهو دي كانت في قلبه من هو شاب صغير، واستطاع ان يضع الكنيسة القبطية على خريطة العالم، ان هذا العالم كله عارف يعني ايه اقباط، يعني ايه كنيسة قبطية. كناش قبل كده معروفين خالص خالص، يعني اي اسقف يحكي او اي راهب سافر امريكا او اوروبا في بداية البابا شنودة كانوا يعرفوش ان في مسيحيين في مصر اصلا. هو عرف ينمي الكنيسة من الداخل، يعمل لها كيان، ويدخل في حوارات لاهوتية مع الكنائس الاخرى، الند للند، مش احنا كنيسة ضعيفة وبنتوسل ونتسول وعايزين الناس ترضى علينا، ليه؟ احنا كنيسة قوية، عندنا لاهوتنا وعندنا لترجيتنا وعندنا تاريخنا وعندنا شهدائنا وعندنا حاضرنا القوي. فنجح في تحقيق الحلم والرؤية والمشروع اللي كان في ذهنه من جهة الكنيسة. أي مؤرخ منصف هيلاقي فعلا إن الكنيسة حصل لها نقلة نوعية ما بين بداية عهده وساعة ما تنيح. سلمنا كنيسة قوية جدا منتشرة في كل العالم وليها فروع في كل الدنيا، وأديورة دي في أديورة كانت عدمانة، هو أحيا كل شيء من بعد ما كان رميم، ونشر الرهبنة والتعليم والإكليركيات والكنايس والتكريس والكهنوت والأساقفة، تقسيم الإبرشيات بنظرة رعوية رائعة. لا عمل حاجة، وهو كان بيعمل حاجة وهو فاهم بيعمل ايه، خطة في دماغه وهو بيعمل. تعرف دي من فين بقى؟ لما تقرأ كتاباته وهو شاب وثوراجي وعمال يكتب، والكنيسة وأيام البابا يوساب وأيام ما في حاجات مش عاجباه،
طيب انت هتقعد تكتب بس؟ هو كتب فلسفة زي ما حضرتك قلت، كاتب وفيلسوف، وبعدين دخل في معترك المعمعة وعرف ينقل الكنيسة هذه النقلة. عشان كده يطبق، عشان كده هناك ناس لا يطيقون اسم البابا شنودة، اللي هم أعداء الكنيسة، أعداء القبطية. في ناس مسحورين بالتراث البيزنطي، مبهورين بيه، يعتبروا البيزنطية هي المسيحية، فبالتالي متضايقين من البابا ان هو زي احيا القبطية. صح. لكن كمان مع احياء القبطية، انصافا للتاريخ يعني، بابا شنودة كان يعشق مصر عشق الى النخاع، بدون اي يعني اسباب غير ان هو يحب مصر. هقول لك موقف ظريف جدا حصل. كنا في مرة في لبنان، وكان وفد كبير بيست البابا عشان هنحضر الجمعية العمومية بتاعت مجلس كنائس الشرق الأوسط. ما بين الجلسات كنا قاعدين مع بعضينا مجموعة الوفد القبطي في حضور البابا في أحد الصلاات كده في الأوتيل اللي احنا نازلين فيه. وبعدين واحد بيقول له سيدنا، واحد من أباء الأساقفة، لبنان دي سيدنا بلد جميل جدا، لدرجة إن الكتاب المقدس قال فتى كلبنان. قال له مصر أجمل، العفوية وإحنا قاعدين لوحدينا، مصر أجمل، ده الكتاب قال كجنة الرب كأرض مصر. تتعف عفويا كده الرب جاهز من قلبه، واخد بالك؟ تحس الراجل ده إيه؟ لا هو فعلا كان يعشق مصر ويعشق تراب مصر، لأن هو فاهم دي الأرض التي كرسها المسيح لما دخل فيها وهو طفل مع الأسرة المقدسة، دي الأرض اللي سفك فيها دماء الشهداء، دي الأرض اللي نشأت فيها الرهبنة، دي الأرض اللي نشأ فيها التعليم المسيحي في مدرسة اسكندرية، دي الأرض اللي قدمت قديسين لله بعدد لا يحصى. صحيح. كان يعشق البلد فعلا. سيدنا، وأنا بتكلم عن الأنبا شنودة أسقف التعليم، وبتكلم عن البابا شنودة في كتاباته حب للغة العربية، واسمح لي سيدنا معلش، أنا ليه أعتم محبة؟ يعني نيافتك ونيافت الأنبا موسى وعدد كبير من الأساقفة بيهتموا جدا باللغة العربية والنطق ومخارج الألفاظ، ولكن في وقت من الأوقات بحس برضو أن احنا مش بنشجع الناس على موضوع اللغة العربية. بحس أن الجيل طلع دلوقتي مش بيعرف يقرأ كويس، مش بيلاقي حد يقول له طب خلي بالك اللغة العربية دي لغة ثرية وقوية. وعايز كمان أذكر الناس أن من الأباء الأوائل كمان في أولاد العسال كانوا يمتلكون السلم والترجمة وكان يتمتعون باللغة العربية بطلاقة. تعليق نيافتك. أنا في الحقيقة أحب كده، أحب أن احنا نتعلم اللغة طالما عايشين فيها وبنتكلم بها. نتعلم اللغة، وهي صحيح اللغة العربية صعبة، لكن مش مفروض، مش مطالب كل واحد أن يكون فقيها في اللغة، لكن يكفي أن يقرأ قراءة جيدة صحيحة. وخصوصا دلوقتي الكتب اللي مستخدمة في الكنيسة معظمها كتب متشكلة، فالواحد بيزعل ان الكلمة مرفوعة بالضم قدامك مكتوبة في كتمارس ويقراها مكسورة، فيبدو ان حتى القارئ مش عارف علامات التشكيل تقرأ كيف. انا عندي في بعض الكنائس في اباء كهنة يحبوا اللغة العربية وشطار فيها، فأنشأوا جوه المدرسة جوه الكنيسة مدرسة للشمامسة. طبعا مدرسة الشمامسة عادة بتعلم قبطي ويوناني وألحان وتسبيح، صحيح، أضاف عليها كمان العربي، لأبونا بيدرس لغة عربية في مدرسة الكنيسة للشمامسة، هادفين إلى قراءة القطمارس بلغة صحيحة، لأن الكلمة في اللغة العربية التشكيل بتاعها يغير المعنى ويقلبه. صحيح. يعني ما يقولك كان يشتم ولا يشتم، ازاي يعني؟ هو بيشتم ويشتمش، التشكيل غير المعنى. صحيح. فمعاك حق في ان ده فرصة يعني تكريما للبابا شنودة ومحبته للغة العربية ان كل الناس تهتم، والموضوع ما هو صعب. صحيح. سيدنا، وانا بتكلم عن كيان كبير بيخص الشباب، وبتكلم عن مهرجان الكرازة، وإحنا من ساعة ما كنا صغيرين ومهرجان الكرازة ده حاجة كبيرة جدا، يعني بنعتبر إحنا كشباب
ده مكان بنقدر نتنفس فيه، سواء مسابقات سواء رياضة. ونيافتك عارف ان احنا المجالات مش كتيرة، مش كتيرة ان احنا نروح نوادي نظرا للظروف المالية، او في مثلا اماكن ما فيهاش نوادي، ولكن الكرازة اللي كانت بتروح للشباب. تعليق نيافتك. وطبعا سيدنا انبا موسى حيا ربنا يديله الصحة والعمر، هو بدأ فكرة المهرجان، لكن لازم الناس تبقى فاهمة ان لما سيدنا انبا موسى اترسم اسقف، هو اسقف للشباب معاون للبابا. صحيح. البابا ابرشيته هي القاهرة والاسكندرية، فانبا موسى بدأ بالقاهرة والاسكندرية. وبعدين بدأت الابرشيات طبعا تفتح له على اساس يروح يخدم الشباب، لكن اصلا هو قاهرة واسكندرية. فالمهرجان قبل ما اسمه مهرجان الكرازة بدأ في القاهرة. اول مهرجان ابتدى كان مهرجان ثانوي بس، يعني صيف بحاله شغالين مع شباب ثانوي. شباب ثانوي دول اللي طلعوا منهم جامعة جم الأنبا موسى قالوا طب احنا كنا في ثانوي بنحضر مهرجان عايزين جامعة، فبدأوا عملوا حاجة اسمها الكاس لمين في جامعة. وبعدين في سنة من السنوات جم عملوا الثانوية عامة لمدة سنتين تانية وتالتة على بعضيهم يدخلوا الجامعة، فأصبح اللي بين إيدينا فاضيين لنا سنة أولى بس. فجم الخدام قالوا طب احنا ما نعمل مهرجان لإعدادي، فتعمل إعدادي وبقى ثانوي موجود وجامعة موجود، كل ده في القاهرة بس. وبعدين جت بقى الفكرة في المجمع المقدس، حد ما بقى الأساقفة بالتحديد ربنا يديله الصحة سيدنا أنبا بولا مطران طنطا، عرض مشكلة معينة قال الحل ان احنا نشغل الشباب في نشاطات في الصيف. حد من الاباء القاعدين قال ما هو في القاهره بيعملوا انبا موسى، وبعض الاباء الاساقفه في ابرشياتهم كانوا بيعملوا حاجه محاكاه للي موجود، يعني كل واحد عامل حاجه في مكانه. اساقفه مش ساكتين يعني، فقالوا طب ما تيجي نعمل المهرجان ده اسمه مهرجان الكرازه المرقسيه بشكل عام. وبدانا بقى يبقى في لجنه مركزيه، واللجنه دي فيها اساقفه كتير، وينظموا ان يتعمل منهج كل شباب الكنيسه من الاطفال للكبار يدرسوا مع بعض في الدراسة الكنسية والكتابية وألحان ولغة إبطية وغيره مع النشاطات. النشاطات هدفها تنمية مهارات الشباب. وبدل ما ضيع وقته على النت أو قدام التلفزيون أو قدام الفيديوهات، هو بيستثمر وقته في حاجة بتفيده. صحيح. اللي بيرسم واللي بينحت واللي بيعمل فن تشكيلي، وبعدين في جانب الموسيقى والتأليف والتلحين والتوزيع والأداء بتاع الكورالات، وبعدين الألحان بطريقة جميلة منظمة، غير بقى نشاطات رياضية الكورة بجميع أنواعها والشطرنج والطاولة وما إليه. فبقى طبعا حاجة كبيرة ضخمة ومنتشرة، وملايين دلوقتي مش ألاف، ملايين من الشباب بيشتركوا فيها، ونشكر الله هو مستمر. سيدنا يعني هستاذن نيافتك احنا هنقف عند ثمار مهرجان الكرازة، واستاذن نيافتك نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل ثمار الكرازة. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معنا. لست أدري كيف نمضي أو متى، كل ما أدريه أن سوف نمضي في طريق الموت، نجري كلنا في سباق بعضنا في إثر بعض، كبخار مضمحل عمرنا مثل برق سوف يمضي مثل ومضي. يا صديقي كن كما شئت إذن، وامض في الآفاق من طول وعرضي، ارضي آمالك في الألقاب أو ارضها في المال أو في المجد ارضي، آخر الأمر ستهوي مجهدا راقدا في بعض أشبار بأرضي، يهدأ القلب ويبقى صامتا لم يعد في القلب من خفق ونبضي. ما ضجيج الأمس في القلب إذن، أين بركانه من حب وبغضي؟
أنا في البيداء وحدي، ليس لي شأن بغيري، لي جحر في شقوق الكل قد أخفيت جحري، وسأمضي منه يوما تاركا ما لست أدري. بهذه الكلمات التي رتبها ونظمها معلم الأجيال المتنيح البابا شنودة الثالث. لسه مكملين مع حضراتكم من جيل لجيل، واسمحوا لي مرة تانية أرحب بحضرة صاحب النيافة الأنبا رفائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة. برحب بك مرة تانية سيدنا. أهلا بحضرتك سيدنا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مهرجان الكرازة، وعارفين أن مهرجان الكرازة ده بيمثل كيان كبير بالنسبة للأطفال والشباب، وحاجة يعني مبهجة ومفرحة للشباب الجامعيين والأطفال في ابتدائي وإعدادي والخريجين، وحاجة كبيرة جدا. قداسة البابا كان دايما بيحب يوزع الجوائز بنفسه على الفائزين والكؤوس والميداليات، يعني لمسة المحبة دي نيافتك كنت بتشوفها ازاي؟ طبعا هي فيها مجهود ضخم جدا على صحيح. البابا خصوصا كان في سنه الكبير وصحته العليلة، ومع ذلك مجرد سيدنا أنبا موسى أو حد من الأسقفية تواصل معي سيدنا عزيز المعاد عشان نوزع كؤوس المهرجان، كان على طول يحدد المعاد ويجي في المعاد ويبقى حاضر بنفسه ويسلم الكؤوس بإيديه، أو أحيانا كان مع يعني الوهن بتاع صحته ما يقدرش يرفع الكاس، فكان يحط إيده كده يسلم على الناس وأنبا موسى يدي الكؤوس، لكن كان حريص إنه يتقابل ويشجع ويفرح الشباب. طبعا بتبقى حاجة بالنسبة لأي واحد بيجي يسلم على البابا بس ويتصور معاه صورة، دي حاجة تاريخ بالنسبة له، فهو مقدر دي. أتذكر في مرة بعيدا عن مهرجان الكرازة كنا بنصلي قداس في كنيسة معينة يعني، وبعدين لقيته مرهق جدا، فجيت في الآخر قلت له سيدنا ممكن قداستك تستريح وإحنا نناول، قال لي لا معلش معلش. وبعدين بعد القداس قال لي أصله، وهو بيقبلها بخجل كده، أصله أحيانا الناس تقول لك أنا تناولت من إيد فلان، يعني هو مقدر الناس تقول أنا تناولت من إيد البابا، مش عايز يحرمهم من البهجة، صحيح، ويجي على نفسه على صحته لكن يفرح الناس. سيدنا عندي سؤال متكرر ودايما بسأله لضيوفي بشكل متكرر، البابا شنودة كان دايما لما بيسكت كان سكوته يخوف، وأيضا لما كان بيتكلم كان كلامه يخوف، وأنا بتكلم في التحديد في المواقف وبعض المشاكل اللي كان بتمر بيها الكنيسة أو المواقف اللي كانت بتيجي على أولاده. تعليق نفتك. هو طبعا يتكلم بحكمة ويصمت بحكمة، ويبقى يعني ربنا كان مديله ملكة غريبة، الواحد كان بيقعد كده يبص على الجمجمة دي أقول يا ترى إيه اللي جوه، من شدة الذكاء والحكمة والتصرف في وقته والرد على القد الموضوع وكأنه محضره، مفيش حاجة اسمها يتفاجئ بسؤال، هو جاهز بأي إجابة في أي وضع. فربنا كان مديره النعمة دي ان هو يسكت بحكمة ويتكلم بحكمة، وعارف امتى يتكلم امتى يسكت، ولذلك كانت كلمته ليها وزن. يعني برضو خلي بال حضرتك لما انا اكون مهياس وبتكلم في كل حاجة وبشتكي من كل حاجة كلامي يبقى رخيص، صحيح، يقول لك ما هو بيهيس وبعدين في الاخر يسكت، لكن لما اكون انا صامت ومستحمل ومعديها واحس الحاجة دي ما تستاهلش نعمل عليها شوشرة، ما جراش حاجة لازم نستحمل ما أبائنا يا ما استحمله، لما اجي اتكلم بقى تلاقي الدنيا ترعبت. صحيح. فهو كان يملك هذه الملكة، امتى يتكلم امتى يصمت. عايزين نعرف من نيافتك مواقف مرت على نيافتك وانت موجود مع قداسة البابا شنودة، وخصوصا ان سيدنا في اوقات المشاكل كان كلمة السر المعروفة انا رايح الدير اصلي. و الغريب ان سيدنا لما كان بيروح الدير كانت المشكله بتتحل. تعليق نفتك. هو طبعا المشكله بتتحل لها جانبين، يعني جانب الهي ان انا بلجا ليك يا الله لان الكنيسه كنيستك في الاخر، احنا خدام عنده، يعني انا كاسقف لا املك الكنيسه ولا املك برشيتي، صحيح، دي بتاعت ربنا وانا هو عيني اخدمها، فبرجع اقول له يا رب هذه الكرمة يا مولاي من غير يمينك فأنت تتولاها
وإحنا ضعفاء، نحن لا نعرف ماذا نفعل لك نحوك أعيننا. وتلاقي بقى الحاجة العجيبة فعلا من حيث لا تدري الله يدخل ويحل المشكلة. الحاجة التانية أن اعتكافه في الدير نوع من الاحتجاج، الدولة تفهمها قوي، فتلاقي طول بعتوله طب انت ايه اللي يرضيك، انت زعلان ليه، لا عايزينك ترجع، الناس هتيجي علينا. فهو كان اعتكافه عبادة وفي نفس الوقت اعلان احتجاج، انا مش مبسوط من اللي انت بتعملوه. وخصوصا بقى لما بيتواصل مع ناس مسؤولين ويقول لهم يا جماعة في مشكلة وادي الحل اللي احنا بنقترحه، وكان دايما عنده كلمة ان المشاكل تتحل مش تتدفن، لا نتجاهلها، لانك انت لما بتطبطب على واحد ما حلتلوش مشكلة. صحيح، احنا عندنا مشاكل عايزين نحلها، المشاكل دي لما تتحل الدنيا تعيش في امان. فما كانش حد بيسمع. سيدنا لو نفتك يعني ينفع تذكر لنا موقف من ضمن المواقف الصعبة اللي مرت على الكنيسة، وقديه حكمة البابا شودة في التعامل مع هذه المواقف ما بين شقين، ما بين انه يهدئ أولاده وما بين انه يعني بكل ما أتيت من قوة يبتدي يتعامل مع الموقف ده ويتواصل كمان مع الدولة. من ضمن الحاجات اللي تهدي الناس انك تتكلم باسمهم. يعني هو كان لما بيتكلم بقوة وشدة ويوم الأربع يقول كلام حلو كانت الناس تهدى، تحس ان في حد بيتكلم نيابة عنه. انا لما اتجاهل مشاعر الشعب واضغط عليهم واقول لهم معلش استحملوا، هم هيجوا ضد الدولة. يعني حكمة من البابا ان بدل ما الدولة في ازمة تواجه شعب، هو يتولى بنفسه يتحمل المسؤولية ويريح الناس دي وبعدين هو يتواجه مع الدولة. دي كانت نظريته، والدولة كانت فاهمة دي، فهم ان هو مش غاوي يعمل مشاكل، بالعكس هو بيعرض عليهم المشاكل. بس احيانا تبقى القيادة السياسية لها رغبة في حل المشكلة، احيانا تبقى ملهاش رغبة. صحيح، حسب الحكومة الموجودة، حسب السياسة اللي يتبعوها يعني. صحيح. وانا بتكلم عن بابا شمودة او بابا المحبة، وعايز اسأل نيافتك عن علاقة البابا شمودة باخواتنا المسلمين وفكرة التواصل والمجاملات وموائد الرحمن والتهنئة في الأعياد، وأيضا كمان فكرة إنشاء بيت العائلة المصري. نيفتك كنت بتشوف البابا وهو بيعلمنا إن احنا فعليا نتعامل مع أخواتنا ونقدم كل المحبة اللي صار نهجي بعد كده احنا ماشيين عليه. البابا شنودة كان واضح في باله جدا الفرق ما بين المحبة مع جميع فئات الناس، مع أطياف الدنيا كلها اللي تختلف معنا واللي توافقنا، وما بين التمسك بالإيمان وشرح الإيمان. صحيح، ودي الاتنين يمشوا مع بعض. يعني أنا الناس تحترمني لما يعرفوا أن أنا متمسك بإيماني وفهمه بشرح، لكن في نفس الوقت شرح الإيمان ده مش معناها عداوة لحد مخلفني في الإيمان. صحيح، فأنا أظهر كل مشاعر جيدة، الزيارات والتبادل التهنئة والاستقبال في البطرخانة والكلمات الرقيقة المهذبة المفهاش مجاملة على حساب الحق. صحيح، لكن فيها كلام لطيف. ما كان أحد يخرج من حضرة البابا شنودة إلا ومبسوط ومبهور. تذكر في مرة كان في أحد الكتاب في مصر يكتب كتير ضد البابا شنودة، وبعدين سيدنا أنبا موسى جه قال له سيدنا أنت سايبين الراجل ده ليه؟ قال له أنا هعمل إيه؟ هو لما بيكتب يتمنى أن أنا أرد، ولما أرد هو هيرد على الرد وأنا أرد على رد الرد، ما مش لهاش نهاية. قال له سيدنا دي حلها حاجة واحدة بس. قال له إيه؟ قال له لقاء معك. قال له أنا ما عنديش مانع قبل أي حد. أنبا موسى بعلاقاته الطيبة اتصل بالراجل ده قال له عايزك تيجي تقابل بابا شنودة. تاني ما كانش مصدق نفسه، اللي هو بيكتب ضد البابا ما كانش مصدق نفسه انه هيقابل بابا شنودة. قال له بعد اللي انا كتبته دوت ممكن يستقبلني؟ قال له جدا، هو بيحبك. جاء هذا الرجل وقعد مع البابا شنودة لمدة ساعة ساعتين، انت عارف بحديث البابا اللي ما حدش يزهق منه.
وخرج 180 درجة. وقام بموسى كان قال له كده هي علاجه يقعد معك هيفهمك، لكن هنقعد احنا سايبينه كده يهاتي ويعسر الناس ويتعبها؟ وكان فعلا يأسر من يجلس إليه. صحيح سيدنا، وانا بتكلم عن الخدمة، وطبعا لو اتكلمت عن الخدمة في مصر خدمة كبيرة جدا، الكنائس والأبروشيات والرسامات والأباء الأسقفة والأباء الكهنة والشمامسة، خدمة رعوية قوية جدا. ولكن كمان أنا بتكلم في نفس الوقت اللي الخدمة بتكبر جوة مصر والمسؤولية كبيرة، أنا بتكلم عن الخدمة بالنسبة للمهجر وكنائس وبعض البلدان اللي احنا أصلا ما نعرفش أساميها، اللي تواجد فيها كنائس يعني مش عايز أقوم في يوم وليلة، ولكن كان قداسة البابا شنودة على عاتقه دايما ابدأ اعمل. وأنا شفت موقف كتيرة جدا في أهل الأسقفة اللي موجودين في الخارج يقول احنا ما نملكش، احنا مش معنا فلوس هنعمل ازاي، وفي لحظة يكون في كنيسة والتانية والتالتة. نيابتك شايف الخدمة الرعوية للمتنيح البابا شنودة الثالث في المهجر، الخدمة في الخارج؟ طبعا حكاية أقباط في المهجر فرضت على واقع الكنيسة. يعني احنا لغاية عهد البابا كيرلس السادس كان الأقباط محصورين داخل حدود مصر، كانش لينا برا مصر غير كويت. مطران، لا قبل الكويت كمان، مطران في القدس وأسقف في السودان، وكان مطران أثيوبيا كان عادة بيكون قبطي بيرسل من الكنيسة القبطية يرأس كنيسة أثيوبيا، لكن المواطنين أثيوبيين. صحيح. فالأقباط ما كانوش غير داخل مصر، بعدين بدأت بالكويت فعلا الناس تسافر لكسب الرزق. فمن عهد البابا كيرلس ابتدى طبعا طالما في أقباط يبعت لهم كاهن يخدمهم، وانتشرت بعد كده لندن وأمريكا وكندا وبعدين أمريكا وبعدين أستراليا وأوروبا بقى عدد كبير. فكان كل ما يكون في أقباط في حتة هم نفسهم بيبعتوا للكنيسة احنا موجودين هنا عايزين كاهن. ففي أيام البابا كيرلس كان يرسم الكهنة ويبعتهم أو يكلف كهنة من المرسومين اوريدي يخدموا في البلاد دي. في بداية عهد البابا شنودة هو يحكي بقى يقول حد اقترح عليه أن يرسم أسقفا لشؤون المهجر، وقال أنا كنت بفكر فعلا أعمل أسقف لشؤون المهجر زي ما في أسقف عام للتعليم، أسقف عام للشباب، أسقف عام للخدمات الاجتماعية، نعمل أسقف لشؤون المهجر. ويقول يعني ربنا عطلني لأن أنا ما كنتش داريان إن هيبقى في هذا الاتساع. يعني النهاردة في حوالي 40 أسقف في المهجر، أنا مش عارف الرقم بالضبط يعني، فإزاي كان أسقف في يوم بدا كله؟ لكن هو البابا كان في نظريته إن مفيش قبطي في حتة ما نبعتلوش كاهن. صحيح. علشان ما يدوبش في المجتمعات الغربية ويبقى خلاص مش قبطي، هيتجوز واحدة أمريكانية ولا أوروبية بتاعه وخلاص هيطلع نسي إن هو أصله مصري، تبقى تتذكر بس كده في التاريخ. فوجود كاهن بيجمع الأقباط ويعملوا كيان، الكيان ده ممكن يبتدي في بيت يصلوا فيه، بعدين شويتين يأجروا كنيسة، بعدين شويتين يقدروا يمتلكوا الكنيسة أو يبنوا كنيسة. وأصبح لنا في كل حتة في الدنيا كنائس وكهن. أيام البابا شنودة كان يتخوف من أن يرسم أساقفة كثيرين للمهجر لألا الكنائس في المهجر تستقل وتبعد عن مصر، كان دي في باله. ليه؟ لأن التجربة دي حصلت في روسيا، الروس لما هاجروا من روسيا لأمريكا وروسيا كانت خاضعة للحكم الشيوعي وفي اضطهاد، الروس اللي في أمريكا انفصلوا عن كنيستهم الأم وعملوا كنيسة تانية اسمها الكنيسة الأرثوذكسية الأمريكية. فكان بيتخوف من التجربة دي. صحيح. عشان كده كان يرسم أساقفة بحذر شديد جدا، ولازم اللي ترسم في المهجر يكون مخلص جدا للكنيسة. طبعا بدأ تقريبا بأنبا سيرابيون في لوس أنجلوس وأنبا يوسف في الولايات الجنوبية أمريكا، استمرت بعد كده وزادت عهد البابا تواضروس. صحيح. النقد سهل إنما الصعوبة في البناء، من السهل أن تنقد قصيدة من الشعر ولكن من الصعب أن تكتب بيتا واحدا من كلمات المتنيح البابا شنودة الثالث. عايز أعرف من نافتك يا سيدنا علاقة البابا شنودة بالطوائف المسيحية الأخرى في التعامل والمحبة،
وأيضا كمان في الرد والرد القوي للدفاع عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. هو طبعا كان دائم اللقاءات مع قادة الكنائس الأخرى في مصر وفي برا مصر، وهو صاحب فكرة مجلس كنائس مصر. يعني احنا عندنا مجلس كنائس الشرق الأوسط مقره في لبنان وفي الأردن وفي سوريا وفلسطين ومصر والعراق، المنطقة العربية دي كنائس الشرق الأوسط، واحنا عضو في هذا المجلس، مؤسس عضو مؤسس من أيام البابا كرولوس. بعد كده البابا شنودة اقترح طب ما احنا عندنا في مصر جميع الطوائف، ما نعمل مجلس لكنائس مصر. بتوع الشرق الأوسط خافوا، قالوا طب ما كده هتضعف مجلس كنائس الشرق الأوسط ويبقى في مجلسين في المنطقة. قال لا، مجلس كنائس مصر يخص القضايا الخاصة بمصر ويبقى فيه تخصصات، ده بيناقش قضية وده بيناقش قضية أخرى خالص، وتأسس على هذا الأساس. فهو دائم اللقاء ودائم الحب ويتبادل الزيارات خصوصا في الأعياد والمناسبات. لكن طبعا في هذه اللقاءات كان بالنسبة له فرصة شهادة للحق، إن كان أي حد يفتح سؤال كان فرصة بالنسبة له يجاوب. معمودية الأطفال، الكهنوت، كهنوت المرأة، الشذوذ الجنسي، يتكلم منتهى القوة والتركيز والأفكار المترتبة، والقاعدين طبعا بينبهروا بالإجابات وخلاص. هو ما فيش حد يقدر يناقض ما يقوله لأن نصوص من الكتاب المقدس مترصصة وراء بعضها، فكانوا ينبهرون بإجاباته في موضوعات العقائدية. وفي المجالس كان برضو يشهد ويتكلم بالإيمان القبطي. ولما كان بيحصل ان في كنائس تستلب اولادنا كان يقف بشد. احنا متفقين في مجلس كنائس العالمي، مجلس كنائس الشرق الاوسط، كل واحد يخدم شعبه. انا من حقي اسيب كنيستي وروح كنيسة ثانية، ما حدش يقول لك انت ده حرية، لكن انا ما اغريش واحد يجيلي. صحيح، دي مبدأ في العلاقة بين الكنائس. ما فيش داعي، انا عايز تخدم اخدم اولادك، ليه تاخد ولادي؟ عشان نحفظ السلام بين الكنائس. فلما كان بيحصل بقى حاجات فيها نوع من شبهة الاستلاب دي كان يتكلم بقوة، لما احنا متفقين احنا عمرنا ما بنعمل كده، عمرنا ما نروح الكنيسة البروتستانتية ناخد شاب نقول له تعالى عندنا. صحيح، ولا نغزو الكنيسة بأفكارنا، دي طريقة مش راقية. ان انا ابعت خادم يعلم في الكنيسة البروتستانتية فكر الأرثوذكسي بطريقة متدحلبة مش بتاعتنا، لكن هما بيعملوا كده. يبعت عندنا حد ينشر فكره بروتستانتيه جوه الكنيسه، نقول الطريقه دي مش بتاعتنا، مش بتاعت المسيح. صحيح. سيدنا ونيافته، كنت قريب من البابا شنوده، واحنا دايما كنا بنشوف البابا شنوده سواء في وعظه الاربع او في التلفزيون. البابا شنوده صاحب الكاريزما، صاحب الابتسامه الرقيقه، صاحب الكلمات المهذبه، الرجل المثقف، يعني ابونا كلنا. ولكن ما كناش بنشوف البابا شنودة اللي عنده أمراض كثيرة، ما كناش بنشوف البابا شنودة اللي كان عنده غثيل كلوي ممكن يوصل لثلاث مرات في الأسبوع. وأنا بصراحة مش قادر، يعني كل مرة مش بلاقي إجابة للموضوع ده. البابا يكون بيغسل غسيل كلوي سواء في وقت الغسيل أو قبل الغسيل أو بعد الغسيل، طبعا المريض بيكون تعبان جدا، ويكون البابا شنودة قاعد بيكتب مقالة أو بيقرأ كتاب، أو بعد كده هينزل محاضرة، أو بعد المحاضرة هيسافر، أو بعد السفر هيرجع تاني، أو عنده مقابلات أو اجتماعات. ما كل هذا الحمل؟ تعليق نفتك. كان ليه مقولة جميلة قوي، يقول على الدكاترة دعهم يعملون عملهم ونحن نعمل عملان. يعني هو مدد إيده كده، الدكتور بيدي بياخد دم، بيديله حقنة، بيوصل الخراطيم بتاعة جهاز الغسيل، وهو بإيده اليمين بيكتب مقالة. سيدنا ريح نفسك، هما بيشتغلوا وأنا بشتغل. إزاي سيدنا؟ حاجة عجيبة. الآباء اللي كانوا يسافروا معاه بالطيران، طبعا في رحلات بتبقى 3 ساعات 4 ساعات، دي سهلة، لكن الرحلة مثلا من كايرو نيويورك 11 ساعة. يقول لك في 11 ساعة دي كلنا بننام ونقوم. صحيح، كلنا. واحد يركب الطيارة يريح عشان هينزل على خدمة، هو كان لا ينام في الطائرة. سيدنا أنبا يؤنس يحكي لكم بقى، يقول لك كان ياخد شنط بالإضافة لشنط الهدوم شنط الكتب،
ويقعد في الطيارة يطلع الكتب وقدامه الترابيزة دي بتاعت الأكل يقعد يكتب ويقعد يذاكر ويطلع ويقلب الكتاب دوت والكتاب دوت ويقارن ويرد على الحاجات الغلط. عجب 11 ساعة شغل متواصل ما يغفلش. يقول احنا نبقى ننام ونقوم وهو قاعد. انا سيدنا يعني نيافتك ادرى ونيافتك يعني طبيب. الشخص اللي عنده يعني غسيل كلوي ده اعتقد طول الوقت عنده همدان، ما عندوش تركيز، محتاج انه ينام، مش قادر يتملك اي شيء. كمان وهو في الطائرة يعني حضرة صاحب النيافة الانبا ارمية كان بيحكي يقول ما يصحش حد يعدي لاقيني نايم. يا سيدنا انت تعبان، يا سيدنا انت تعبان جدا، زي ما نيافتك بتقول 11 او اكتر من كده من عدد من الساعات، يعني المفروض حتى يريح شوي، يقعد يكتب مقالات او يقرا كتاب. يعني ما كل هو عنده جلد، وكان يعني يفكر في ربنا وفي الكنيسة وفي الناس أكتر ما يفكر في نفسه. يعني ما كل الناس شافته في آخر محاضرة لما نزل وهو في آلام شديدة جدا، وقالوا له في المقر يا سيدنا أنت تعبان مش لازم تنزل النهارده، هنقول للناس البابا تعبان بيعتزل. قال لا، تطلع إشاعة أن أنا مت وناس تهيج، فانا هنزل اوريهم وشي واطلع. طب انت مرهق تعبان الم فظيع بتاع العمود الفقري كلنا شفناه وهو قاعد ومش مستحمل. صحيح سيدنا، وانا بتكلم عن البابا شنودة وانا مش عارف كلمه السر وعلاقته بالاطفال، يعني كنا نلاقي البابا شنودة اول ما يشوف طفل صغير ملامح شكله بتتغير في لحظه ويبتدي يتعامل ويتواصل معاهم، ويبتدي قداسه البابا عاوز يمسك الطفل يضحك معاه ويهزر معاه ويجيب له شوكولاته او يديله فلوس او يقعد يتكلم معاه انت بتعمل ايه. ما كل هذا الحب يا سيد؟ في مقوله تقول ان الشخص اللي الاطفال اول ما تشوفه تجري عليه هو انسان قلبه طيب. ايوه، يعني يبدو ان في مغناطيسيه كده، في طفل تلاقيه خاف من حد، وفي حد تاني تلاقي طفل غريب اول مره يشوفه يجري عليه ويسلم عليه. فالإنسان اللي هو أطفال بيجوا عليه كده معناها قلبه طيب ومحب، ويبدو أن الأمان اللي جواه فيه إشعاع كده. بالإضافة طبعا بيجي الطفل يقرب ناحيته هو يطبطب عليه، الطفل بيحس بالأمان وهو بقى يتلذذ بهذا. وكان أحيانا يقول إيه، إحنا بنحتاج أن نحتضن الطفل أكتر ما الطفل محتاج حد يحتضنه. صحيح، يعني فعلا الواحد لما ياخد طفل في حضنه كده انا شخصيا بحس براحة. الحضن ده حاجة جميلة، وطبعا حضن الطفل حضن بريء. فهو كان عنده الجمال ده ان هو يحب الاطفال، وسيدنا المسيح نفسه كان كده. سيدنا نيافتك كلمتنا عن البابا شنودة الرجل الوطني، بس نيافتك يعني قلت لنا بسرعة كده البابا شنودة كان دايما وهو بيتكلم في الاول عن مصر، حتى كان دايما بيقول مقولة ان هو لما بيسافر بره بياخد مصر جوه قلبه. بتكلم عن شخصية وطنية فريدة لا تدعي الوطنية، كنا بنشوف ده في كلامه في القصص اللي كان بيسردها وهو في الخارج، وهو بيتكلم عن مصر الوطني الأبي البهي، بيتكلم عن القاهرة المحروسة، وهو اللي علمنا كمان حب الوطن مع حب الكنيسة. هو فعلا كان كده من قلبه، يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول في بعض الناس يدعون الوطنية، وبالنسبة لهم الوطنية هي أكل عيش وكلام وشعارات فارغة لكن بيجني من وراها مكاسب مالية. البابا مش محتاج حاجة ولا مضطر أن يجامل البلد ولا يجامل حد، هو كان يتكلم من قلبه. كان مثلا أيام احتلال إسرائيل لسيناء يقول إيه، ربنا قال لإبراهيم أبو الآباء إن نسلك سيكون متغربا في أرض ليست لهم، اللي هي أرض مصر. فربنا دي موجودة في الكتاب المقدس، صحيح، نسلك سيتغرب في أرض ليست لهم لمدة 400 سنة، ويقول لهم سيناء بالنسبة لكم هي أرض التيه، انتوا كنتوا تايهين فيها، ربنا لم يملككم فيها شبر، فازاي تاخدوا سينا وازاي تطمعوا في من نيل الفرات؟ يعني ايه من نيل الفرات؟ كان يتكلم بقوه وبمنطق وباخلاص للبلد من قلبه فعلا.
وفعلا عارف ان البلد دي فيها نعمة خاصة من عند الله، لان كتاب المقدس المبارك شعبي مصر. صحيح سيدنا، وانا بتكلم عن البابا شنودة لازم اقول باقي الجملة. بابا شنودة حبيبي الفقراء، وانا بتكلم عن لجنة البر، وانا بحاول يا سيدنا يعني اجمل الكلمة بس مش عارف، يعني مش عارف اختار الكلمات، ولكن البابا شنودة هو بيتعامل مع اخوة الرب او الناس المحتاجة او اي حد. ومن ضمن القصص كان في حد غير مسيحي في مرة من ضمن لجنة البر وكان محتاج برضو، والبابا شنودة كان بيتلكك، وانا اقصد الكلمة، كان بيتلكك انه يساعدهم، انه يدور على اي حاجة عشان يديهم مساعدة. وبالاضافة للمساعدة المادية، طريقة الطبطبة والكلمات البسيطة، افرح يا ابني، افرح يا بنتي، هاتي حاجة، طب روحي للكوافير، طب اعملي اعملي اعملي. وكنا بنشوف الناس دي وهي خارجة من جوه، من عند لجنة البر او من مقابلة قداسة البابا، اعتقد مش بيبقوا ماشيين على رجليهم، بيبقوا طايرين في السماء، لان البابا الشودة كان يملك، وهو في الحتة دي كان ملك في جبر الخواطر. تعليق نيافتك. انا عايز اعترف قدام كل الجمهور يعني ان انا كنت احيانا بستغرب، اقول البابا يوم الخميس بيضيع وقت كتير جدا جدا في لجنة البر، والموضوع ده كان ممكن يخلص في 10 دقايق. هما بيبقوا مجهزين الفايلز، فلانة محتاجة كذا، فمفروض يجي يندهوا وتاخد حاجتها وتمشي، في نص ساعة يكون خلص ويطلع يشوف حاله، هو مش فاضي. كان يقضي وقت كتير في لجنة البر، وممكن كان بدل ما هو ينزل بنفسه يبعت حد من السكرتاري، صحيح، كلف أسقف ادي الحاجة دي للناس، وصلت. هو كان يشعر بلذة خاصة وهو بيعطي، وهو فاهم ان الراجل او الست اللي جايين ياخدوا حاجة دول هيقعد طول عمره فاكر انه قابل البابا، يعني كتبها في تاريخه، قابلت البابا. وفي نفس الوقت هو بيمارس الحنية مع ناس محتاجين، وفي نفس الوقت هو بيسمع الأنين بتاعهم، لأن ممكن واحدة داخلة عشان بنتها تتجوز، لكن في نفس الوقت عندها مشكلة تانية، تقول له يا سيدنا طب صلي لي عشان جوزي عيان عنده غسيل كلوي، هي جاية تجوز بنتها لكن عندها مشاكل تانية. فهو فاهم حكاية، مش حكاية اللي عايز حاجة خدها وبس، عايز يسأل على بقية الأحوال. وبعدين كان في ناس حواليه بقى اللي هم أعضاء لجنة البر، يقعد يحكوا الحكاوي دي، هو يعرف بيها نبض الناس، ايه المشكلة اللي في المجتمع، ايه الحاجة اللي الناس النهارده بيتكلموا عنها. لان هو لو قعد يوعظ على المنبر وما تقابلش مع الناس، هيبقى فيه فجوة كبيرة بينه وبين الناس. لكن هو لما بيسمع من خلال العينة اللي موجودة قدامه، ده بتخليه دايما متواصل مع الشعب. فكان عنده الحكمة في أنه يقابل الفقراء بنفسه عشان هو يمارس الفضيلة ويعطف عليهم، وفي نفس الوقت عشان يتواصل مع الشعب ويعرف أنينهم. صحيح. عايزين نعرف من نيافتك، قداسة البابا الشنودة كان بيتعامل إزاي مع الآباء المطرنة والأسقفة في اللجان وفي المجمع المقدس؟ يعني البابا الشنودة كان بيتعامل معكم إزاي يا سيدنا في بعض القرارات أو طرح المواضيع أو المناقشة في أمر ما يخص الكنيسة؟ طبعا لازم يسجل للتاريخ أن البابا شنودة هو الذي وضع أول لائحة في العصر الحديث للمجمع المقدس اللي ما زلنا ماشيين عليها، وهو اللي نظم أن يكون في لجان للمجمع، لجان متخصصة كانتش موجودة قبل كده. فعندما تعرض قضية على قداسة البابا يحيلوها إلى اللجنة، فاللجنة دي تجتمع وتدرس الموضوع بتدقيق، وبعدين بتعمل حاجة اسمها توصية. التوصية دي تتعرض على البابا الأول، أول واحد يعني يشوفها البابا، أنا إحنا سيدنا لما اجتمعنا ودرسنا الموضوع الفلاني شايفين إن الحل كذا أو القرار اللي هناخده كذا. هو ممكن بحكمته العالية يعدل أو يقول لهم لا لا، الموضوع ده هيعمل مشكلة وبلاش منه دلوقتي، أو يقول أنا موافق على اللي أنتوا هتعملوه بس ما ياخدش القرار.
فبنيجي في الجلسة الكبيرة للمجمع كل لجنة بتقوم تقرأ التوصيات بتاعتها. المجمع قدامه إما يوافق على الصيغة اللي هم قالوها ويبقى قرار مجمعي، أو يطلبوا تأجيل لمزيد من الدراسة. يعني في ممكن أباء يقولوا إحنا جماعة تفاجئنا بالحكاية دي، ادولنا فرصة نقرأ ونقول لكم رأينا إيه، أو تعديل، إحنا موافقين على الصيغة اللي أنتوا كاتبينها بس عدلوا قولوا كذا، أو إلغاء. يعني لما حد كتير من المجمع يقول لا 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 إحنا مش هندخل في الموضوع ده خلاص. كان البابا بحكمته لما يلاقي موضوع هيعمل نوع من الاختلاف يقول خلاص نأجله، نأجله ده مزيد من الدراسة. خلاص مدام قال يأجله بنسكت، وبعد كده اللجان اللي هي حضرت تعيد الدراسة ممكن تقول خلاص مدام الموضوع هيعمل مشكلة بلاش منه. فكان الطريقة الديمقراطية دي بتريح الكل، الكل شغال، كله بيقول رأيه، كله بيعبر عن رأيه. بس في الآخر افرض في قرار معين أنا مش موافق عليه بس المجمع وافق عليه، خلاص نخرج كلنا متفقين إن احنا وافقين، محدش بقى يطلع يقول أنا أصلاً ما كنتش موافق. بنبقى خلاص طالما في إجماع يبقى أوكي وأخضع. ليس القوة من يهزم عدوه وإنما القوة من يربحه، من أقوال البابا شنودة الثالث. سيدنا في وعظة مشهورة قوي موجودة، وقدسة البابا كان بيوجه كلمات للأباء الأسقفة والمطرنة، وكان بيقول جملة صعبة جدا: أنا خايف عليكم أنتوا تيجوا قدام ربنا ويسألكم. وأعتقد في الوقت ده قدسة البابا كان بيتكلم عن أمور تخص الخدمة والأمور الرعوية، وهذه العظة يعني شهيرة من هذه كلمات المحبة من أب لأبنائه. تعليق يفتك. هو طبعاً كان معلم في الحق، كانش يفوت فرصة غير لما يقدم لحظة، ملاحظة تكون دقيقة وتكون هادفة ومهذبة جداً سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. يعني ممكن يتقابل مع أسقف يقول له أنا واخد على خطر منك لأن وصلني الخبر الفلاني، يقول له سيدنا حللني هقول لك الحق، يقول له اللي حصل، يقول له طب أنا كان وصلني حاجة غير كده، يقول له لا سيدنا ده خلاص أوكي، أو يقول له أخطيت سيدنا أنا هصلح الموضوع. فكان بينه وبين الأسقف ممكن يعمل التعليم ده. لما بيلاقي في حاجة شائعة كان لا يخجل ان هو يوجه توجيه عام ويقول انا خايف عليكم، خايف ان في حاجة تبقى غلط، اللي بيتهاون في خدمة الفقير او يتهاون في افتقاد الشعب او يتهاون في رعاية الناس او يتهاون في التعليم. فكان بيبقى زعلان جدا ازاي نبقى في إبرشية او مكان في كنيسة فيها شوشرة. صحيح كده. سيدنا في المحاضرة تقريبا المحاضرة الأخيرة، ودي كانت يعني كانت صورة صعبة جدا علينا إحنا كمسيحيين، لما شفنا قداسة البابا كان على كرسي وكان تعبان جدا وقال خلاص أنا تعبت وكان مش قادر يقعد يعني، وكانت هي رسالة للجميع وكانها رسالة الوداع. عايز أسأل نيافتك آخر مرة، آخر لقاء أو آخر مكالمة كانت مع المتنيح البابا شنودة الثالث. وطبعا في أياميه الأخيرة أو الشهور الأخيرة كان صعب نتقابل معاه لأنه كان تعبان، وإحنا كنا نشعر أن مش عايزين نعمل لود عليه، لأن برضو يعني الزيارة المتكررة للمريض مرهقة لي. لكن جم قبل نياحته بفترة كده وقالوا له سيدنا الأباء الأسقف أن اسمه يطمن عليك وحاسين ان هما بيزعجوك، فقال لا ايجوا. فبدأوا يسمحوا ان احنا ندخل تلاتات تلاتات كده نسلم عليه ونقعد قاعدة بسيطة وهو في السرير وننصرف وبعدها يدخل مجموعة تانية. ففي الحقيقة دي يعني كان لقاءات مؤلمة، يعني انا يمكن تكون مرة او مرتين شفت البابا هو في السرير. فالعملاق الجبار الاسد يصارع المرض ونايم متألم، طبعا كمية الأمراض اللي عنده حاجة ما يحتملهاش جسد يعني، لكن أخذنا بركته قبل ما يتنيح يعني. 17/3 يا سيدنا يوم حزين في تاريخ الكنيسة، ويعني الواحد لما بيفتكر اليوم ده كان يوم صعب جدا، مش على الأقباط
على كل مصر، وبعتبر هذا الحدث الجلل جنازة القرن. البابا شنود الثالث، بتكلم عن الوطني، بتكلم عن بابا الكنيسة، بتكلم عن الرجل المثقف الكاتب، بتكلم ان مصر كلها بتتألم لفراق بابا مصر كلها، او بابا العرب زي ما كانوا بيقولوا في الوقت ده. يعني نيافتك عرفت الخبر امتى؟ ويعني انا في هذا اليوم كان عندي اجتماع في كنيسة العذراء في جاردن سيتي، اجتماع لاحد الاسر الجامعية، وانا متوجه بعربيتي للكنيسة، حد رن عليه بالتليفون وقال لي الخبر. بالرغم ان احنا كلنا متوقعين البابا خلاص يعني في اواخر ايامه، لكن فوجئنا. تخيل انت متوقع بحاجة وفوجئت بيها، فكان حزن شديد جدا جدا جدا. وانا كنت خلاص قربت اوصل الكنيسة، فقلت في بالي ايه، هدخل اسلم على الشباب وقال لهم كلمة صغيرة، ومش هجيب خبر ان البابا تنيح لان لسه لم يعلن رسميا، وإذا غبت ممكن هما ينزعجوا. على ما دخلت قلت كلمتين صغيرين ومشيت، وصلت هنا الأنبر ويس معرفتش أدخل. ازدحام غير عادي. وأتحايل على الناس أن يفسعولي ووسعولي عشان أدخل. سيدنا أنبر موسى كان وصل جوه وعمال يتصل بيه، أنت فين؟ الأساقفة موجودين وأنبر بخمس موجود، مش عارف أدخل. لغاية ما وصلت عند باب المقر من خلف، الناس واقفين عايزين الباب يتفتح عشان يدخلوا كلهم يتفرجوا على الباب. يا جماعة ما يصحش، ما فيش. الناس عندها كانت عاطفة واشتعال مشاعر غير عادي. فين لما عرفت يفتحوا لي من جوه وازلف لوحدي كده واقفلوا الباب بسرعة، طبعا طلعت لقيت الآباء اللي قدروا يوصلوا مجتمعين في حزن شديد، وعملين بقى بنفكر ايه هنعمل، ايه الاجراءات. يعني من الحاجات اللي تذكر يعني للتاريخ، طبعا الكاتدرائية كانت مليانة ناس، عدد غير عادي، والامن مش عارف يسيطر. طبعا جت قوات امن كتير ولواءات وبتاع مش عارفين يسيطر، وشبكات الاتصال التلاتة في الوقت ده ما كانش فيه اي وسيلة اتصال، نتيجة ان العدد كان كبير جدا، عدد ضخم جدا. ف الناس يعني قيادات الامن تكلموا مع الاباء الاساقفه، قال لهم يعني لازم نتصرف، احنا لازم ننظم المكان، مش عارفين نصرف الناس، احنا في اول يوم، هو هيدفن بعد 3 ايام. حقيقه انبا موسى اخذ ميكروفون اللي هو الميجافون دوت، وقف في البلكونه بتاعت المقر الباباوي وقال يا شباب، راح ساكتين، يلا نصلي. راح نصلي معاهم، صلوا صلاة الشكر، ارحمني يا الله عظيم رحمتك. وبعدين قال لهم بصوا بقى، كلكم عارفين غلاوة البابا شنود علينا كلنا، بس ما يصحش ان احنا ما نكرمهوش، فارجوكم تنصرفوا دلوقتي عشان نعرف نوضب المكان عشان الجنازة، وفي وفود جاية من الدول وكنايس وسفرة. الناس انسحبت ومشيت، مكان فضي. جه احد اللواءات قال له انت عملت ايه؟ قال له احنا اباء. قال له احنا ما كناش عارفين نسيطر. قال له احنا اباء، الناس تسمع كلامنا عشان احنا اباء. بالكلمه. اه طبعا. سيدنا عدى الوقت بسرعه، وانا للاسف ما لحقتش اسال نفسك. يعني بصراحه عندي اسئله كتيره جدا، وانا بكون سعيد جدا واحنا بنقرب من حياة هذا العظيم. أنا مش بلاقي كلمات أوصف فيها البابا شنودة، وفي نفس الوقت لما نيافتك بتتكلم أو حد بيتحدث عن البابا شنودة، إحنا بنشم في كلامكم ريحة البابا شنودة. يعني ما قدرتش أسرد كل الأسئلة اللي عندي، أنا عندي كم كبير من الأسئلة والمواقف والحكايات، ولكن الوقت مش مساعني ومحتاج أيام كتيرة جداً. عايز اسمع من يافتك كلمه لروح العظيم البابا شنودة الثالث. احنا سلسله البطاركه في الكنيسه القبطيه، ربنا يعطي العمر سيدنا قداسه البابا تودروس، رقم 118.
على مدى السلسلة دي من ماري مرقس لغاية البابا شنودة، ال 117 بطرك دول كلهم مش كلهم بالعظمة بتاعت البابا شنودة، يعني في أسامي في السلسلة دي ليها مكانة عالية جدا. صحيح. في الكنيسة، زي مثلا القديس أثناسيوس الرسولي، القديس البابا كيرلس الرابع، آسف طبعا الرابع زي الفل يعني، كيرلس الكبير البابا اللي هو رقم 24 وعمود الدين، بابا ديوسكوروس، وأسامي زي كده. بابا شنودة الثالث، بابا 117، اسمه بينحفر في تاريخ الكنيسة بأحرف من نور مثلما حفر أسامي الأباء العظماء في البطارقة. بنقول لسيدنا البابا التعب اللي انت تعبته في الكنيسة لسه عايش ومش هيضيع. يعني انا للأسف سمعت بودني من واحد من أعداء البابا شنودة كلمة مؤسفة، قال اللي عمله البابا شنودة في 40 سنة قدامنا 100 سنة على ما نمسحه. فأنا أقول له لا، مش هتعرف تمسحه حاجة، مش هتعرف تمسحه حاجة. التعليم والخدمة والرعاية والأبوة والسيرة واللمسات الحنينة اللي عملها مع كل إنسان تقابل معه عايشة فينا، وحتى لو قسي علينا في يوم من الأيام فهو كان بيعمل بحكمة، لأن ممكن أكون أنا غلطت هو قسي عليا، لكن صحيح. أنا فاهم هو بيعمل كده ليه. وأنا نفسي الأجيال اللي طالعة اللي ما شافتش البابا شنودة تسمع عنه، تتعلم منه، تقرأ سيرته، وتشوف البرنامج اللي انتوا عاملينه ده، عشان يعرفوا ان كان في يوم من الايام عندنا حد اسمه البابا شنودة. سيدنا احنا اسقلنا عن يفتك، انا اخذت بركة، ولكن الحديث عن البابا شنودة الثالث حديث لا ينتهي. احنا محتاجين سنين عشان خاطر نتكلم عن شخصية فريدة. يعني الوقت زي ما قلت لنيافتك ما أسعفنيش أن أتكلم عن الشاب المثقف نظير جيد، ما الوقت ما أسعفنيش وأنا بتكلم عن الراهب أنطونيوس، الراهب القوي المثقف المتعلم المجاهد. وزي ما نيافتك قلت برضو هو شاب وعنده قوة الشباب، وكان بيحط الخريطة وكأنه بيعد أنه يقود الكنيسة، وبدأ يطبق اللي هو كان بيكتبه. الوقت كمان ما أسعفناش نتكلم عن الرجل الوطني المصري الأصيل، الوقت برضه ما أسعفناش وحنا نتكلم عن الشخصية الفريدة صاحبة الكاريزما، حبيب الفقراء اللي أنا بسميه دايما أنبا برقام هذا العصر. احنا بنشكرك جدا يا سيدنا، بشكر حضرة صاحب النيافة الأنبا رفائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، بشكرك جدا يا سيدنا، ودايما يعني نكون على وعود نيافتك تشرفنا وتباركنا ونسمع الكثير والكثير. أعزائي المشاهدين، زي ما احنا كنا مع بعض النهاردة واحنا اتكلمنا والوقت جري بسرعة، ما لحقناش نقول كل حاجة، ولكن في الكثير والكثير والكثير عن العظيم البابا شنودة الثالث، البابا 117 في ترتيب البابوات. لسه مكملين مع حضراتكم من جيل لجيل، ونشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله.